يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، مساكم الله بالخير أو صبحكم الله بخير، كلا على توقيته. طبعا اللي معنا اليوم 1988 تحفة من تحف المرسيدس تبارك الرحمن، المرسيدس 560 SL، ما شاء الله تبارك الله على الألوان والتفاصيل والممشى القليل تبارك الرحمن، وفوقها أن السيارة خصوصي وليس تراث، سيارة أمريكية موجودة بالرياض تبارك الرحمن. كنا نأخذ لكم جولة خارجية على السيارة. يجي معها سقفين اللي هو الهارد توب والسوفت توب، مثل ما قلنا يجي معها السقفين، الهارد توب اللي هو السقف هذا ويجي معها سقف ثاني بعد ما يتم الشيء. جولة الحين بالسيارة،